والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم يوسف ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، الأسكندرية 18-11، مطروح 18-10، بورسعيد 18-10، والإسماعيلية 19-8. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 8، العريش 18-9، طابة 20-10، شرم الشيخ 22-12، والغردقة 22-12. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 7، أسوان 24-8، الوادي الجديد 21-7، شلاتين 25-13، وأخيرا حلايب العظمى 21 درجة والصغرى 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.